الحمد لله على سلامتك يا مرات ابني. حماتي الله يسلمك، جبت لنا ايه يا معدوله؟ بنت. بنت ومالهم يا اختي الولاد؟ مش عارفه تجيب لنا حته واد. ما انا جبت يوسف يا طنط. وايه يعني لو كنت جبتي واد تاني؟ الولاد عزوه. معلش بقى، مره بنت مره واد يبقى حلوين. انت اللي خايبه يا حماتي. الموضوع ده مش بايدي، اولا بيد ربنا، وثانيا الراجل هو السبب. ايه الراجل؟ الحاجه دي بتاعت ربنا اصلا، ولد ولا بنت كله بتاع ربنا. طب ما تقول لامك يا حبيبي. ساكت ليه يا اختي؟ انت فيكي نفس تتكلمي؟ الله اكبر يا حماتي، مالك انت جايه تحسديني؟ احسدك ايه يا موكوسه؟ انت تكنيله حموكشه. انا لسه والده وتعبانه، ارحموني. ايه يا اختي لسه والده؟ ده احنا كنا بنولد زمان وبنقوم نغسل ونطبخ ونعمل كل حاجه، وانتوا بنات انتوا ولا ستات؟ ده تكنيله. انتوا بقى يا حماتي انتوا متربين على السمنه البلدي، لكن احنا لا. يا اختي الله اكبر في عينك. هقر عليكي على ايه يا وليه يا حيزبونه انت؟ بتقولي يا بت؟ ما بقولش حاجه، بقول بطني وجعاني مش قادره. ماشي يا اختي. فين امي يا حموكش؟ كده جايه يا ماما، انا كلمتها وجايه. شاطر يا يوسف. بنتي حبيبتي، الحمد لله على السلامه. ماما الله يسلمك، انت اتاخرتي كده ليه؟ السكه زحمه والله يا بنتي. ايه جبتي ايه؟ بنتي يا ماما. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ جميله الله اكبر. جبتي فين جميله دي؟ دي وحشه شبه امها. أه؟ اخفى عليكي يا ام حموكشه، البنت وحشه برضه؟ يعني انا بنتي وحشه؟ والله عيب عليكي كده يا اختي. مش قصدي عشان العين. يعني مين اللي هيحسدها ان شاء الله؟ مفيش حد غريب يا اختي. العين حساده والواحد بيحسد روحه. ماشي يا ام حموكشه. يا ماما دي البنت جميله قوي ما شاء الله. ايوه يا حبيبي ربنا يخليها لك. بقول لك ايه يا حموكشه، هم هياكلوني امتى؟ انا تعبت. هم قالوا ان انت لازم تعملي ريح الاول عشان تاكلي. طب وانا هعملها ازاي دي وانا من بالليل ما اكلتش؟ روح شوفهم الله يخليك، خليهم حتى يجيبوا لي حاجه سخنه، مش قادره، جعانه، بطني فاضيه. ايوه يا حموكشه، البنت لازم تاكل، العيل ينزل من هنا لازم يتحط بداله فرخه على طول. يا اختي ما هي اللي خايبه وجايه تولد في المستشفى، هو احنا كنا ولدنا في مستشفيات؟ هي مصاريفها على الفاضي، ما كانت ولدت في البيت زي الفل، وكانت بعد الولاده جبنا لها فرخه كده اهو وحطيناها لها في بقها. يا حماتي انا ولدت قيصري، هولد في البيت قيصري ازاي؟ ما هي دي من خيبتك برضه، ما انت مش عارفه تولدي طبيعي، خايبه. يا اختي ايامهم غير ايامنا. هيعملوا ايه يعني؟ البنات ضعيفه عشان كده بيولدوا قيصري، ولازم يولدوا في المستشفى. الله. هو مين اللي هيحاملها يعني غيرك؟ وبعدين ضعيفه فين؟ دي كانت شويه وهتاكل ابني. يا اختي خليكي حلوه كده وكلامك حلو، البنت لسه والده. ماشي يا حبيبتي. هتسميها ايه يا حموكشه؟ هيسميها كارما يا طنط. مين؟ كارما؟ كارما مين؟ هو قال انه هيسميها على اسمي، عدلات. عدلات؟ عدلات مين؟ انت عايزه البنت يبقى اسمها عدلات؟ حرام. قصدك ايه يا مرات ابني؟ قصدك ان انا اسمي وحش؟ ما تنطق يا ولا، انت مش قلت لي هسميها على اسمك؟ يا ماما طبعا. وليه يا حبيبتي ما تسماش على اسمي؟ نفيسه؟ انت عايزاني اسمي البنت نفيسه يا طنط؟ ومالها نفيسه ان شاء الله، مش عاجباك؟ لا يا ماما طبعا حلو. لو هو عايز يسمي على اسم امه وانا كمان عايز اسمي على اسم امي. الله، مفيش الكلام ده، بنت ايه اللي نسميها نفيسه؟ انت اتجننتي منك ليها؟ ولا عدلات يا حبيبتي، هو في واحده يبقى اسمها عدلات؟ وبعدين بقى يا حموكشه، هنسميها عدلات ولا نفيسه؟ الاسامي الغريبه دي، انا مش عايزه بنتي يبقى اسمها كده. الاسامي حلوه ما قلناش حاجه، بس قديمه قوي، البنت كده هتبقى متعقده. اي والله عندك حق. طب خلاص انا هتصرف. بصوا يا جماعه، انا والله كان نفسي ما ازعلش حد فيكم واسميها الاسمين، مش فيش مشكله، بس انا حلمت حلم، خير اللهم اجعله خير، ان كان في حد كده لابس ابيض في ابيض وبيقول لي يا ابو كارما، وانا خايف اسميها اسم تاني الصراحه. فايه رايكم بقى، اسميها اسم تاني ولا اعمل ايه؟ لا طبعا اسميها كارما. خلاص زي ما انتوا عايزين، هسميها كارما وامر الله. يلا يا تينك عشان تيجي معايا البيت. حاضر يا ماما. لا هتروح معاكي فين؟ هتيجي عندي انا، مرات ابني تيجي عندي. لا يا طنط انا مش عايزه اتعبك، انا هروح عند ماما. اخفى عليكي، وانا كنت قصرت معاكي في المره الاولى، انت لما ولدتي يوسف مش كنتش عندي؟ كنت شايلاكي من على الارض شيل صح؟ كنت شايلاني من على الارض شيل؟ ده انت كنت مجوعاني ومبهدلاني، انا يستحيل اروح عندك تاني. بص يا طنط عشان ماما ما تزعلش، المره دي هروح عندها، معلش عشان يوسف كنت عندك يبقى كارما عندها. ايوه صح، وبعدين بنتي انا اولى بيها. لا يا حبيبتي دي مرات ابني ومخلفها البت الحيله ولازم تبقى عندي، معلش. اتكلم يا حموكشه. انا مش عارفه اقول ايه، احنا كل شويه نطلع من مشكله ندخل في مشكله، وبعدين في شغل الحموات ده. على حموكشه بقول لك، انا هروح عند امي، انا هروح عند امي، انا يستحيل اروح عند امك تاني، انت فاهم؟ اتصرف. اعمل ايه طيب؟ انا موقفي وحش. بتتبدودوا في ايه يا واد انت وهي؟ ولا حاجه يا ماما. بقول لك يا حموكشه، بنتي هتروح معايا، يعني هتروح معايا، انت فاهم؟ والله ما ادخل لكم بيت تاني. طب حلفان بقى على حلفانك، لو ما جتش معايا انا بقى اللي مش داخله لهم بيت.
وبعدين هنعمل ايه؟ مش عارف. بص يا جماعة انا مش هزعلكم، احنا هنقسم البلد نصين، واحدة هتعمل عندها السبوع والتانية هتاخد عندها تنكا والبنت، تمام؟ يلا بقى اختار. خلاص انا هيتعمل عندي السبوع. لا يا حبيبتي، ومتعملش عندي ليه؟ دي بنتي وانا اولى بيها. لا يا حبيبتي، دي بنت بنتي ولازم يتعمل السبوع عندي، انت فاهمة؟ يستحيل، لازم البنت دي يتعمل لها السبوع عندي، انت فاهمة؟ وبعدين بقى بقول لك ايه يا حموكشة، انا ساعة يوسف انت عملت السبوع في بيتك، يستحيل المرة دي تعمله في بيتك ولا في بيت حماتك، انت فاهم؟ لازم يتعمل عند بيت امك. وانا يا حبيبتي كمان ما عملوش عندي السبوع بتاع يوسف، عملوه في بيتهم، ودي بيتي وبنت بيتي، لازم افرح بيهم انا والجيران، ونقعد كده نعمل الحمص والحاجات. امال ايه؟ يا ماما معلش، خليني ابقى عندك واعمل السبوع عند حماتي. انت شايفه كده يا تنكا؟ يعني انت عايزه تحرميني من فرحتي ببنت بيتي؟ حرام عليكي، ما تبرش فيكي التربيه يا واطيه. اتصرفي يا حموكش. خلاص يا ماما، خدي انت تنكا عشان انت كنت زعلانه وعايزاها تبقى عندك، والسبوع يتعمل عند حماتي، ايه رايك؟ يستحيل، انت بتنصر حماتك عليا؟ انت مش عايز نفرح ببنت بنتي؟ حرام عليك، ده ما جاش من 9 شهور اللي تعبت فيك فيهم. بص يا حموكشة، انا ممكن اقطعك العمر كله لو نصرت حماتك عليا، انت فاهم يا ولا؟ وانا يا تنكا اقسم بالله ما دخلالك بيت تاني ولا شايلالك عيل لو نصرت حماتك عليا.